بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بنكمل المحاضرة الثالثة من كورس الانالوج انتجريتد سيركت ديزاين، وفي المحاضرة دي بنتكلم عن الفاندامنتالز اوف انالوج انتجريتد سيركت. تعالوا نشوف كده الليكتشر اوتلاين بتاعتنا، احنا هناخد ايه. هناخد نظرة سريعة على المحتويات بقى بتاعت الكورس بتاعنا. احنا بدأنا اول محاضرتين بنتكلم عن الفابريكيشن اوف انتجريتد سيركت سواء انالوج او ديجيتال. في الجزء المتبقي بقى من المنهج بنتكلم على الديزاين اوف الانالوج انتجريتد سيركت. فطبعا هنتكلم عن الاستراتيجي بتاعت الكورس بتاعتنا مبنيه على ايه. هنتكلم عن السيجنالز، الانالوج انتجريتد سيركت في عالم كله مليان ديجيتال. هنتكلم على ليه بدرس الانالوج وليه بدرس انتجريتد. وبعد كده هنبدأ بأول حاجة عندي وهي السيموس كإكزامبل للأنالوج انتجريتد سيركت. في الكورس ده هنحاول ان احنا نغطي كذا حاجة، فهنبدأ اولا بالموسفت كديفايس، وهنبدأ ان احنا نكون سيركت بسيطة زي سينجل ستيج كارنت ميرور، زي نعمل ديفرنشال امبليفاير، ومنه نوصل ان احنا نعمل اوب امب واو تي اي. ده بخلاف بعض المواضيع المهمه اللي هنتكلم فيها زي النويز، الاستابيليتي، اللي اوت، ازاي نعمل سيستمز كبيره شويه زي الداتا كونفرتر، زي الاوسيليتورز، وهنختم برضو بميني بروجكت كده عن طريق السيميليشن ده خلال الكورس بتاعنا. طيب ايه هي الاستراتيجي بقى اللي هنمشي بيها خلال الكورس بتاعنا؟ اول حاجه هتهتم بيها هو الديزاين، وازاي نقلل الاناليسز ونقلل الاعتماد على الايكويشنز قدر الامكان. فاحنا هنهتم اكتر بالسيميليشن ونقلل الاعتماد على الحسابات اليدويه، وبالتالي احنا محتاجين نركز على الكونسبت اللي احنا نشتغل عليها ونتائج السيركتس اللي احنا نشتغل عليها ونختارها. خلينا نبدأ بأول توبيك عندنا وهو ريفيو سريع كده على السيجنالز. يعني ايه سيجنالز؟ سيجنالز يعني امبليتيود بيتغير مع تايم. طبعا السيجنال دي ممكن تكون فولتج سيجنال، ممكن تكون كارنت سيجنال. بالتالي التغير بتاع الامبليتيود مع التايم هو ده اللي بيحدد لي الفريكوانسي بتاع السيجنال بتاعتي، نمبر اوف سايكلز بير سكند، او عدد الفاريشنز اللي بيحصل في الامبليتيود مقارنه بالزمن، هو ده الايه الفريكوانسي بتاعي. وبالتالي لو الامبليتيود كان معدل تغيره سريع مع الزمن يبقى الفريكوانسي هيكون عالي، كل ما الفاريشن بتاع الامبليتيود مع التايم يكون قليل اذا الفريكوانسي هتكون قليله. طيب بعد كده درسنا الانالوج والديجيتال والديسكريت سيجنالز، نفتكر كده كانوا ايه هما. طيب الانالوج سيجنال اللي هي الكونتينوس سيجنال مع التايم، وبالتالي هي كونتينوس في الامبليتيود وكونتينوس في التايم، يعني دالة متصلة على مدار الزمن كله. يعني السيجنال ممكن تاخد أي قيمة خلال الزمن بتاعها، عمرنا ما هنيجي في لحظة ونلاقي السيجنال undefined أو غير معرفة أو ملهاش قيمة. فبالتالي الأنالوج سيجنال continuous في الأمبليتيود continuous في التايم. وبالتالي أقدر أقول ان عند اي زمن في دايما ايه قيمه للفولت، عند اي زمن هتلاقي دايما في قيمه ايه للفولت، عمرك ما هتيجي عند زمن ما تلاقيش فيه قيمه للفولت. ده لو افترضنا ان السيجنال دي بتمثل فولتج سيجنال مثلا، وبالتالي بنسمي السيجنال دي انالوج سيجنال اللي هي كونتينوس مع التايم، يعني في امبليتيود دايما موجود عند اي لحظه زمنيه. طب هل الامبليتيود ثابت طول الزمن؟ لا مش بالضروره، الامبليتيود ممكن ياخد اي قيمه مع الزمن، ممكن يبقى ثابت مع الزمن لو هي داله دي سي، لو هي
دالة مثلا سكوير ويف، فممكن تاخد أي قيمة. تاني نوع من أنواع السيجنال هي الديسكريت سيجنال، والسيجنال دي هي كونتينوس في الامبليتيود بات ديسكريت ان تايم. طيب يعني ايه بقى ديسكريت ان تايم؟ دي بقى معلومة مفروض تكون خدناها في السيجنالز. يعني السيجنال متعرفة عن تايمينج معين، يعني ممكن تلاقي في فاليو للامبليتيود عند 1 سكند، عند 2 سكند، عند 3 سكند، لكن ان بتوين ذم مفيش قيمه للفاليو بتاعه الامبليتيود. يعني ايه؟ يعني عند ازمنه معينه في قيم للامبليتيود، وعند ازمنه اخرى مفيش قيم للامبليتيود. هي دي ان هي مش كونتينوس مع التايم، لا هي الداله موجوده عند قيم ازمنه معينه ومش موجوده عند ازمنه اخرى معينه. اما الديجيتال سيجنال بقى، فالديجيتال سيجنال هي ديسكريت في الامبليتيود وديسكريت في التايم. يعني السيجنال بتاعتي متقطعه في الزمن ومتقطعه كمان في الامبليتيود، يعني عند ازمنه معينه في قيم معينه للامبليتيود بتاخدها، مش اي قيمه وخلاص. وبالتالي انت ممكن تلاقي عند 1 ثانيه تلاقي في ليفل زي ما احنا بنشوف كده، بيبقى في ليفل تشتغل عليه في الامبليتيود، ممكن يكون 1 2 3 4، هي دي القيم اللي هتاخدها خلال الواحد ثانيه. اما عند 2 ثانيه هتلاقي في ليفل تاني، يبقى بتاخد ليفل عند كل ديسكريت تايم، وبالتالي هي ديجيتال سيجنال بهذا التعريف. وده الشكل المتعارف عليه للديجيتال سيجنالز لو كانت واخده من الانالوج سيجنالز. يعني الانالوج سيجنال لما تتحول لديجيتال او ديجيتال تتحول لانالوج، يبقى اللي بالاحمر ده هو الانالوج سيجنالز، واللي متقطع ده هو الديجيتال سيجنالز. طب ليه الديجيتال سيجنالز هنا مش واخده الشكل اللي انت عارفه بتاع 1 و 0 اللي هو البيتس؟ لا، هي انت جاست ان انت تعمل انكودنج للسيجنال دي، يبقى انت كده هتحولها لصوره الباينري اللي هي اصفار وحايد، وهو ده اللي احنا هنبدا نشتغل عليه في السلايد الجاي. طيب ناخد في السلايدز دي المثال اللي هو بتاع الديجيتال سيجنال، والديجيتال سيجنال دي تعالى ناخد المثال بتاعي ان هي بنعبر عنها ب 16 ليفل. يبقى انا عندي ديجيتال سيجنال 16 ليفل، 16 شريحه هورزونتال، كل ليفل من دول بيمثل امبليتيود معين عندي. تعالى بقى نتخيل ان الليفلز دي احنا عايزين نمثلها او نعبر عنها ب باينري او بيتس. نعبر عنها ازاي ببيتس؟ ببساطه شديده جدا، انا عشان اعبر عن الليفلز دي ببيتس هنرجع للعلاقه اللي كنا بناخدها زمان، ان النمبر اوف ليفلز بتساوي 2 اس ان، حيث الان هو النمبر اوف بيتس. طيب بما ان انا عندي دي 16، يبقى هاخد لوج الطرفين، هيطلع لي الان دي بكام؟ هتطلع لي الان دي ب 4. يبقى انا عندي كل ليفل من دول هيمثل ب 4 بيت جنب بعض. فتم تعالى تاخد كده اصغر ليفل فيهم اللي هو ليفل 0، يبقى ده هيتمثل بايه؟ هيتمثل ب 0000، هو دول الاربع بيت. الليفل اللي بعد كده ليفل 1 هيتمثل بايه؟ 0001، يبقى الليست سيجنيفيكانت بيت هيكون 1. الليفل اللي بعد كده يبقى مثلا 0010، وهنفضل لحد اخر ليفل عندي اللي هو ليفل 15 اللي هو رقم 16 في الترتيب، هيكون 4 وحايد. وبالتالي يبقى انا قدرت امثل النمبر اوف ليفلز بديجيتال فورم. طيب هستفيد ايه بقى من كده؟ هستفيد ان انا اعمل ترانسميشن للداتا بتاعتي ان ديجيتال فورم. يبقى انا هبعت الكلام ده في الديجيتال فورم، فلما اجي ابعت داتا مش هعرف ابعت السيجنال كونتينوس دي، او لا يفضل، مش هعرف، لا هو لا يفضل ان انا ابعتها في الانالوج فورم، خليني ابعتها في الديجيتال فورم. فلما اجي ابعتها في الديجيتال فورم، يبقى انا هعبر عن كل تايم بليفل معين. يعني لما اجي اقول عند تايم مثلا 1 ثانية، ابعت لي ليفل 0، يبقى ليفل 0 ده اللي هيتبعت هو ايه؟ هو 0000، هم دول اللي هيتبعتوا، هيحصل لهم ترانسميشن. طيب عند الثانية رقم 2 ابعت لي ليفل 1، ليفل 1 يبقى 0001، يبقى هو ده اللي هيتبعت. داتا ترانسميشن عبارة عن نمبر اوف 4 بيتس، هم دول اللي هيتبعتوا بدلا من الايه؟ الشكل التقليدي بتاعه. طيب السؤال اللي بقى اللي بيطرح نفسه، هو انا ليه بلجأ للديجيتال سيجنال مش الانالوج سيجنال؟
هندي مثال هنا لطيف، وهو العلاقة ما بين الانالوج سيجنال والديجيتال سيجنال في فكرة النويز. هو انا دلوقتي لما اجي ابعت سيجنال ساين ويف عادية كده وجي عليها نويز في الامبليتيود، اللي بيحصل ان النويز لما بتيجي على الامبليتيود بتخليني ساعة ما اجي اعمل ديتكشن او استقبال للسيجنال ببقى مش قادر اميز بالظبط الليفل بتاع كل تايم كان قد ايه، بيحصل بقى اختلاف فالسيجنال بترجع لي مشوهه شويه عن اللي كانت قبل كده، ما ترجع ليش نفس الساين ويف بالظبط. لكن اللي هيحصل في النويز ان النويز لو جت على الديجيتال سيجنال بتيجي في الاجزاء دي، فبالتالي لما تيجي تعمل ان النويز دي جت على السيجنال وانا شغال، فبالتالي في الديتكشن انت بعت هو 0 1 هتستقبلهم معاهم نويز، بس ستيل انت لسه قادر تميز او تشبه على السيجنال ان هي 101 برغم النويز دي، الا لو كانت النويز سباركس كبيرة قوي مخلية الوان والزيرو كلهم شبه بعض كانهم كلهم 1، فساعتها ممكن الزيرو يحصل له ان هو يدخل كشبه 1 ما تعرفوش، بس دي حالات قليلة قوي لما يكون نويز عالية جدا 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 نسبتها عالية. لكن في النويز العاديه اللي هي السيربال نويز او النويز بتاع التوصيلات بتاعه الدايره الانترنال نويز او حاجه، بيبقى ستيل ال101 او الديجيت سيجنال لسه واخده نفس الشكل لما تيجي انت تستدعيها تاني في الريسيفر. وبالتالي بنقدر نقول ان الديجيتال اسهل من الانالوج في التمييز في الريسيفر. هنا بقى سؤال بيطرح نفسه، طيب هو العلاقة ما بين الانالوج والديجيتال في الحياة المحيطة بينا؟ احنا شفنا الديسكريت سيجنال وعرفنا الفرق ما بين ديجيتال سيجنال وانالوج سيجنال والكلام ده، فعايزين نشوف بقى ايه تأثير الانالوج والديجيتال في حياتنا. طيب وايه قيمة ان العالم كله بيتحول الى العالم الرقمي او الديجيتال، لانه مفيش حاجة هتبقى انالوج بعد كده ليه؟ الفيجر اللي قدامنا ده اسمه مورز لو ده قاعدة بتوضح لي ان تقريبا لو انت عندك سيركت مصنعها، السيركت دي بتقوم بوظيفة معينة وليكن ديفايس زي موبايل بتاعك، سنويا تكلفة انتاج الموبايل ده المفترض ان هي بتقل up to 29%، يعني الكوست بير فانكشن المفروض بيقل سنويا up to 29%. معنى كده ان بعد 10 سنين نفس الديفايس ده هتشتريه بقد ايه؟ هيكون في اول سنة 30 ضعف في اخر سنة وصلت لها. وده حقيقي، يعني انت لما تشوف الموبايلات مثلا اول ما نزلت الموبايل كان بكام ودلوقتي بقى بكام، الفيتشرز بتاعت الموبايل زادت جدا والكوست بتقل. يعني بنشوف موبايلات زي انفينكس زي شاومي والحاجات اللي بتاخد السوق دلوقتي بدأت تنزل امكانيات عالية جدا واسعار قليلة، اللي هي الفئة المتوسطة اللي هي مثلا بنتكلم في حدود 2000 و3000 بنلاقي موبايلات امكانياتها كويسة جدا وبتوصل من 4 ل6 جيجا رام وحاجات عالية. الكلام ده مثلا من سنة واحدة كان فئة 2500 او 3000 دي كانت لأ ما كانتش موجود فيها الامكانيات دي، كانت موجودة في فئة من 4 ل5000، من سنتين كانت الحاجات دي موجودة في فئة من 5 ل6000. فواضح ان الاسعار بتقل فعلا برينج 20-25%. فالمورز لو بيقول ان على مدى 10 سنين هيقل 30 ضعف نفس السيركت اللي انت بتصنعها دي. تمام، الكلام ده مش موجود فين؟ في الانالوج سيركت. الانالوج الوضع مختلف، الكوست بير فانكشن ما بتنزلش بير يير زي الديجيتال سيركت. ليه؟ لانك انت كل ما بتتقدم في الحياه اليوميه في الاختراعات بتقابلك عقبات بتسمع في الانالوج سيركت، زي مثلا ان انت عمال تقلل الفولت المستخدم في الدوائر الكهربائيه، بعد ما كنت بتبدأ بأرقام زي 24 فولت بدأت تنزل ل18 ل15 ل12، بدأنا 9 5، عمال ننزل كمان لسيركت بقت تشتغل بأقل من 1 فولت. كلام في الانالوج صعب جدا، مش سهل
انك تشتغل برينج فولت صغير تشغل بيه دوائر كتير، هتستهلك كارنس، هتستهلك حاجات كتير في السكة، مش هتوصل للتغذية اللي انت عايزها. مع السيركتس الكتيرة في الانالوج بيبقى الجين اللي طالع منك قليل، يعني انت الفانكشنز والفيتشرز الكتير اللي في الديجيتال لو جيت تحولها انالوج هتلاقي نفسك الدايره كبرت، هتلاقي الانالوج جين بتاعك او سوري الجين اللي طالع من انالوج سيركتس قليل مش زي ما انت عايز، هتقابل مشاكل في الماتشنج اللي هو السيركتس وعلاقتها ببعض، يعني ممكن تلاقي حاجه زي ان تو سيركتس متوصلين انالوج ببعض، فتلاقي ان الباور اللي خارجه من اول سيركتس مش هي نفسها اللي داخله بالظبط للسيركت التانية رغم ان انا موصل، بيحصل ميس ماتش ما بين الاثنين. لو عندي تو سيركتس ايدنتيكال الاثنين زي بعض بالظبط في الديزاين، تيجي تلاقي ان الاوتبوت بتاع ده مش زي الاوتبوت بتاع ده، مش ماتش معاه، فبتضطر تعمل حاجه زي امبيدنس ماتشنج او بافرنج او حاجه ما بين التو سيركتس عشان تخلي الاوتبوت بيتنقل زي ما هو للسيركتس الثانيه بدون ما يتاثر او يحصل مشكله. خلاصه الكلام ان الانالوج عالم رايح إلى زوال، وإن الديجيتال هو العالم اللي هيبقى الوحيد اللي جاي الفترة القادمة، لكن ما يمنعش إن ستيل لسه بتحتاج الأنالوج في بعض الدوائر اللي هو هيكون تكلفة إنتاجها في الديجيتال أكتر من إن أعملها بالأنالوج. دوائر بسيطة يعني أو دوائر المبنية على حسابات معينة صعب إن هي تتفرد مثلا بالديجيتال، فبالتالي هنشوف زي ايه مثلا ونتكلم عنه. يعني على سبيل المثال قدامك سيركت اهي، المفروض ان ده ترانسميتر وريسيفر محطوطين على وان تشيب قدامك اهو، ودي ديجيتال سيركت. لو انا بعت بيتس ما بين التو تشيبس دول، انا هستقبل 1 ولا 0؟ ادي الرسمة اللي تحت اهي بتقول لي ان في ترانسميتر وفي ريسيفر، طب انا اميز ازاي الوان والزيرو؟ فهنا بقى الانالوج سيركتس تبقى كريتيكال عشان تقدر ترسيف البيتس كوركتلي. تمام، هنيجي ناخد بعد كده ادي السيركت بتاعت الار اف ريسيفر بنقول، فتعالى كده نشوف الراديو فريكوانسي ريسيفر، وطبعا الراديو فريكوانسي نسبة لانك انت تشتغل في رينج تردد عالية زي مثلا موبايل، و وليكن دي سيركت موبايل مثلا، فبنقول ان يعني هنقول ايه، هنقول مثلا ان ال الانتنة بتاعتي بتستقبل السيجنال من الهواء، ببتدي ادخلها على بلوكات تخص الامبليفاير للسيجنال اللي جايه، وبراعي ان الامبليفايرز المستخدمه لازم تكون لو نويز امبليفاير. ليه لو نويز امبليفاير؟ عشان ما تضيفش نويز تانية فوق النويز اللي جايه من الهواء اصلا مع السيجنال والديستورشن اللي جايين. بعد كده ميكسر، والميكسر ده ينقل السيجنال بتاعتي بقى من الراديو فريكونسي او الهاي فريكونسي للو فريكونسي. كل السيركتس اللي قدامنا دي لسه ستيل شغالة انالوج بلوكس، دي بلوكات شغالة على انالوج، وفي الاخر خالص هيحصل بقى الديجيتال سيجنال بروسيسنج بتاعي، وتتحول السيجنال لسيجنال للديجيتال لسيجنال، واشتغل عليها بالبروسيس بتاعتي ان ديجيتال فورم. فيجي حد يطرح سؤال يقول طيب ما انا كنت ممكن استغنى عن كل الانالوج بلوكس دي كلها و ادخل من الانالوج سيجنال اللي جايه دي على طول على الاي تو دي كونفرتر، الانالوج تو ديجيتال كونفرتر، واتعامل مع ديجيتال فورم على طول. هقول له لا، الموضوع هيبقى صعب جدا لسبب. اولا انت السيجنال اللي جايلك من الهوا دي راديو فريكوانسي، يعني الفريكوانسي بتاعها عالي جدا، فانت لو دخلتها على طول على اي تو دي كونفرتر يبقى انت كده بتعمل ايه، انت كده بتدخل باور عاليه جدا على الدايره، لانك انت هتترجم او هتحول الراديو فريكوانسي دي لهاي باور داخله على الايه السيركتس بتاعتك. الحاجه الثانيه ان السيجنال اللي جايه دي جايه معاها ديستورشن ونويز ومعاها انذر سيجنالز كتيره، فين مرحله الفلتريشن
بتاعت السيجنال اللي انت هتعملها هنا وريموفر للنويز. لما انت بتدخل على A2D كونفرتر يبقى انت هتاخد السيجنال من الانالوج فورم بالنويز بتاعتها مباشرة على ديجيتال، هتفضل السيجنال وهي في الديجيتال فورم محملة بالنويز بتاعتها. ده انا بالعكس، ده انا فصل النويز في الانالوج اسهل بالنسبة لي من فصل النويز في الديجيتال فورم. كده احنا عرفنا ايه سبب ان احنا يعني لسه ستيل بنحتاج اجزاء في الانالوج سيركتس جنب الديجيتال في مثال زي الموبايل كوميونيكيشن مثلا. في المحاضرة الجاية هنتكلم على بقية التوبكس بتاعتنا اللي هي بتتكلم في ليه بحتاج الانالوج عامة، بتكلم على برضو بقية الحديث عن المورز لو، وبنبدأ ناخد الابليكيشنز بتاعت الانالوج انتجريت سيركتس بالموسفيت والستراكشر بتاعه. شكرا ليكم، ونتقابل على خير.